القبائل، حيث خصص هذا اليوم لأشواط الثنايا من مسافة 8 كيلومترات بوجود هذه الأعداد التي انطلقت وتواجدت في أرضية هذا الميدان وحضرت بهذه الأسماء القوية والمثيرة في انطلاقة هذا الشوط، حيث بدأ مسار الشوط الثالث الخاص بالقعدان الثنايا المحليات الأصائل المنطلقة أمام الجميع. هنا نتابع مشاهدين الأعزاء مقدمة الشوط، وفي المركز الأول من يتواجد مع بداية هذا الانطلاق، هذا هو الشوط الرئيسي للقعدان المحليات الأصائل. المركز الأول يتواجد على الصدارة، يتواجد على مقدمة الشوط، والمركز الأول هو شاهين لسعيد بن مايد بن سالم الكتبي. ننتقل إلى المركز الثاني، يأتي هداد يتواجد هداد في المركز الثاني، حمد بن عبيد بن خادم بن شلبود الخيلي. بينما المركز الثالث يتواجد الحساس لمحمد بن السير راعي العوية العامري، خذ المركز الثالث. ننتقل مباشرة إلى الرابع، وجود شعار اليبهوني مع الفرنستق مبارك بن السير اليبهوني يتقدم في المركز الرابع والمركز الخامس. هذا هو أيضا خطاف لعبيد بن يمعة بن عبيد بن دبيل الفلاسي، يأتي أيضا خامسا وسادسا، يتواجد كذلك مذخور لمبارك بن السير بن قصره العامري، خذ ايضا المركز السادس. المركز السابع هو هملول طحنون بن حمد بن مبارك بن دحروي العامري، يتقدم ايضا في المركز السابع. بينما ننتقل مباشرة الى الثامن، من يتواجد في هذه اللحظات في المركز الثامن هو ايضا مبشر لمبارك بن محمد بن سعيد الشامسي. المركز التاسع ايضا يصل كذلك مشاهدين الاعزاء الواعي لمبارك بن احمد بن محمد بن هدفة العامري. والمركز العاشر ما شاء الله تقدم فيه ايضا وتواجد الذيب منصور بن سعيد بن عبد الله بن مصبح الشامسي، ياتي في المركز العاشر خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الابداع. هذه النتيجه للمراكز المتقدمه والاسماء الاولى المنطلقه للعشر المراكز المتقدمه في انطلاقه هذا الشوط في منافسه هذه الاسماء القويه التي ايضا تبحث عن الفوز والناموس من خلال هذا الانطلاق المميز والابداع الكبير بتحديات هذه الاسماء في 8 كيلومترات. هذه مسافه 8 يحلو الرقص مع الكبار والمتابعه دائما بوجود هذه النوعيات الكبيره المنطلقه امام حضراتكم خلال هذا الانطلاق. شوف التجمع من هذه الاعداد في هذا المنظر الجميل لميدان المرموم، هناك ايضا بالواحة الخضراء التي تغطي دائما أرضية هذا الميدان والتي تأتي إضافة دائما لإعطاء أيضا منظر رائع من أرضية ميدان المرموم. هنا نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة، إلى من يقود الشوط، إلى من يقود الشوط وينطلق بالمركز الأول. هنا شاهين سعيد بن مايد بن سالم الكتبي يتقدم على الصدارة ويعلن أيضا بالانطلاق الرائع والكبير بوجود هذه الصورة الرائعة والجميلة، الصورة الجوية، اللقطات الجوية التي تأتي بها قنوات دبي ريسينج وقناة ياس. شوف هذه اللقطات التي أيضا تظهر أمام الجميع. بينما ننتقل إلى المركز الثاني، من يتواجد ثانيا في هذا الانطلاق في هذا الإبداع القوي ما شاء الله، تدخل وتتواجد أيضا هناك مشاهدين الأعزاء هداد حمد بن عبيد بن خادم بن شلبود الخيالي، ياتي ايضا بوجود هداد على المركز الثاني. المركز الثالث وصل ايضا وتقدم مشاهدينا الاعزاء الحساس، ياتي لمحمد بن سير راعي العوية العامري، خذ ايضا المركز الثالث. الفرزدق يحتل المركز الرابع، يتواجد في هذه اللحظات لمبارك بن السهل اليبهوني، ايضا يحتل المركز الرابع. المركز الخامس وصل كذلك خطاف عبيد بن يمعة بن عبيد بن دبيلة، يتقدم أيضا في المركز الخامس. المركز السادس هذا هو بن قصره، يصل مع وجود مذخور مبارك بن السيل بن قصره العامري، خذ أيضا المركز السادس. والمركز السابع تقدم مصيحان لأحمد بن غانم بن علي المنصوري، ومن الجانب الآخر يصل في المركز التاسع أو في المركز الثامن
في المركز الثامن، وصل في هذه اللحظات الذيب منصور بن سعيد بن مصبح الشامسي يتقدم في هذه اللحظات مع وجود الذيب. المركز التاسع هذا هو ايضا القزال سالم بن حمد بن قدوة العامري ياتي في المركز التاسع. المركز العاشر يصل كذلك المختبر مبارك بن ناصر بن رمل العامري ياتي في هذا الانطلاق بالمركز العاشر. هذه النتيجة، هذه النتيجة للمراكز المتقدمة للأسماء الأولى المنطلقة في هذا المسار وفي هذا التحدي الكبير. ما شاء الله، تحدي وإثارة، انطلاق وإبداع في يوم تقديم سن الثنايا من خلال هذه الانطلاقات المميزة. شوف هذا التجمع من القعدان الثنايا المحليات في أول أشواطها في صباح هذا اليوم. هذا هو الشوط الرئيسي للثنايا، القعدان المحليات. انطلقت هذه النوعيات من السلائل المعروفة في تاريخ الهجن وفي أيضا سجلات الهجن، سلالة محلية ياتي أيضا بها الجميع لينطلق مشاهدين الأعزاء بأرضية هذا الميدان خلال هذا الانطلاق. حيث نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول من خلال هذا الانطلاق المميز اللي غير النتيجة، اللي غير النتيجة وخذ المركز الأول من خلال هذا الانطلاق ومن خلال هذا الإبداع. هنا متقدما على الجميع في انطلاقة هذا الشوط، متقدما أيضا على الجميع في هذا الانطلاق هو أيضا شاهين سعيد بن مايد بن سالم الكتبي ياتي على مقدمة الشوط، ياتي على المركز الأول من خلال هذا الانطلاق. بينما تقدم في المركز الثاني من الجانب الآخر كان في المركز الثامن، وصل إلى الثاني في هذه اللحظات هو الذيب منصور بن عبد الله، منصور بن سعيد بن عبد الله بن مصبح الشامسي ياتي أيضا في المركز الثاني والمركز الثالث. هنا يتواجد مشاهدين الأعزاء ينطلق أيضا في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. هذا مصحان لأحمد بن قانب بن علي المنصوري خذ المركز الثالث. المركز الرابع القزال سالم بن حمد بن قدوة العامري وصل في هذه اللحظات من قدوة ليتقدم أيضا خلال هذا الانطلاق في المركز الرابع. المركز الخامس وصل بن قصر الله مذخور مبارك بن سيل بن قصر العامري ياتي بوجود مذخور الذي يقدمه ايضا باسم على مسمى مذخور لمثل هذا اليوم، مذخور لمثل هذه الملتقيات الكبيرة. يصل في المركز الخامس خلال هذا الانطلاق. بينما المركز السادس وصل المختبر مبارك بن ناصر بن رمل العامري يصل ايضا بالرملي في هذا الانطلاق سادسا. وسابعا يتواجد لايق الراعي بن سعيد بن راعي العفاري يتقدم ايضا في هذا الانطلاق في المركز السابع. المركز الثامن وصل كذلك ايضا النادر عبد الله بن سالم بن ذعلوب او هذا مودع لمنصور بن خميس بالصوب الكتبي، وصل في هذه اللحظات باول نداء له مودع. بينما تدخل كذلك شاهين في هذه اللحظات راشد بن مطر بن لاحق الهاجري ياتي في هذا الابداع، وتدخل كذلك هداد الفندي بن خميس بن الفندي المزروعي. هذه النتيجه للعشر المراكز المتقدمه، هذه النتيجه للاسماء الاولى التي تظهر امام حضراتكم خلال هذا الانطلاق والابداع. ولكن شوف اللي غير مصحان بهذا الاسم الترادي، بهذا الاسم العريق سلالة مصحان احمد بن غانم بن علي المنصوري ياتي على مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني يتقدم مشاهدين الأعزاء ويصل في هذه الانطلاقة هو أيضا شاهين سعيد بن مايد بن سالم الكتبي. بينما ثالثا لايق الراعي بن سعيد بن راعي العفاري وصل في المركز الثالث. المركز الرابع هذا هو القزال سالم بن حمد بن قدوة العامري يتواجد في المركز الرابع. المركز الخامس يصل الذيب منصور بن سعيد بن عبد الله بن مصبح الشامسي. بينما كذلك تواجد هذا الشعار تنطلق لراشد بن مطر بن لاحق الهاجري، يصل ايضا شاهين في المركز السادس.
واجتمعت القعدان المحليات الأصائل في هذا الموقف الصعب في هذا المهرجان الكبير، مهرجان ولي عهد دبي. أتى الكل يقدم حضور وتسجيل نقطة تعتبر في أرضية هذا الميدان، ولكن مصيحان ما زال يقود الشوط، ما زال يقود الشوط بالمركز الأول. الله، أسماء كبيرة قادمة، أسماء ما يبنى لها طاري في أيضا المسافة السابقة، بدأت بدخولها في هذه الأمتار الأخيرة. تجمعت القعدان أخذ الحيطة والحذر من المسافة المتبقية بانطلاق رائع، بإبداع سريع، بقيادة مصيحان قائدا للقعدان ينطلق بالمركز الأول. خلاص كيلو 200، كيلو 200 ما تبقى على نهاية هذا الشوط، ما تبقى على نهاية هذا المسار في الانطلاق وفي الإبداع القوي من خلال هذه التحديات المثيرة، من خلال وجود هذه الأسماء المتقدمة. هذا اللي قير، هذا اللي قير هو أيضا لايق 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 الراعي بن سعيد بن راعي العفاري، ولكن شوف القادم، عادم صحان، عادم صحان من جديد لأحمد بن غانم بن علي المنصوري، وكذلك أيضا شعار قوي قادم في هذا الانطلاق، راشد بن مطر بن لاحق الهاجري ياتي مع شاهين متقدما من الجانب الاخر، بدا يغير مسار الشوط. هذا هو ايضا ياتي في المركز الاول، والاسم القادم الحذر، وصل الحذر، مطر بن سعيد بن حلوه يتقدم بالحلوه في هذه الانطلاقه. المركز الرابع عنيد سلطان بن محمد بن مصر بالقوبع، ولكن الله يا سلام باللاحق، راح بالمركز الاول. راشد بن مطر باللاحق الهاجري ياتي مع شاهين في هذا الانطلاق ليبدع باول اشواط القعدان المحليات الاصائل من خلال هذا الانطلاق المميز، من خلال هذا الابداع الذي يظهر مع وجود هذه النوعيه. شاهين راشد بن مطر باللاحق بدا باختطاف ناموس هذا الشوط، ولكن المحاولات ما زالت ايضا مستمره في هذا الانطلاق، ولكن هذا صاحب العوايد حيث يتقدم على صدارة الشوط، صاحب نقطة في أيضا ميدان مشاهدين الأعزاء الصياهد، صاحب نقطة في ميدان الصياهد، أتى بتسجيل نقطة في مهرجان ولي عهد دبي بالمرموم. تهانينا لراشد بن مطر بن لاحق الهاجري. المركز الثاني لأحمد بن غانم بن علي المنصوري، ثالثا لسلطان بن محمد بن مصر بالقوبع، رابعا أيضا كان هو في الانطلاق الحذر مطر بن سعيد بن حلوة، وخامسا كان مودع لمنصور بن خميس والصوب الاكتبي. هذه النتيجة، ولكن صاحب العوايد لا تسبق إلا السبوق. هذه هي النوعيات الممتازة، أتى كذلك بها باللاحق لا أيضا يقدم شاهين. راشد بن مطر باللاحق الهاجري قدم هذا الشوط بوجود شاهين وبسلالة شاهينية بتوقيت زمني مقداره أيضا مشاهدين الأعزاء 12 دقيقة خلال هذا الانطلاق وخلال هذا التحدي، حيث يأتي بتوقيت زمني مقداره مشاهدين الأعزاء. ثناعشر 36 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لمالك راشد بن مطر باللاحق الهاجري. المركز الثاني كان بالانطلاق وبالإبداع خلال هذا التحدي، صاحب المركز الثاني هو أيضا لأحمد بن غانم بن علي المنصور 12 دقيقة 37 وفاء وتماما، بينما ثالثا كان بالانطلاق وفي الإبداع صاحب المركز الثالث في هذه الانطلاقة بتوقيت زمني مقدار مشاهدين الأعزاء. عشر دقيقة 38 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسلطان بن محمد بن مصر بالقوبع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين مشاهدينا.